يا منصور ده لغايه دلوقتي مش شايف اي حاجه تشد ولا حاجه جامده يعني. ذوق خدامينه قوي يا جيجا. على رايك والله منصور. اكيد اللي عايز الافلام دي منك ذوقها نفس الجو ده، ما امزجهاش ايه؟ امزجه؟ دي مزاجها عكر قوي، مش مستقنص خالص. يا عم جري اعمل معروف جري. ايوه بس ايوه يا عم هات لي البت البيضه الحلوه المقلوظه دي. عناية. يا سلام اخيرا الشاشه نورت يا جدع. لا يا عم جري لي المقدمه وخش في المفيد على المستقنص على طول. عناية. ايه ده؟ لا 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 ايه ده منصور؟ دي خناقه دي ولا ايه؟ يا نهار اسود ده جريمه قتل يا جيجا. قتل؟ بتقول هتديني الفيلم ب 200 جنيه؟ يعني 200 في 100 بقى 20,000 جنيه؟ لا 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 لازم تكرمني شويه مش كده؟ وبعدين يعني انا ممكن انزل الافلام دي من على النت بس بقول اوفر وقت ومجهود. ايه ده؟ مش هلاقيهم غير عندك؟ طيب يا سيدي خلاص انا جاهزه بالمبلغ. جهز نفسك انت وقولي هنتقابل امتى عشان نسلم ونستلم. اوكي؟ ماشي يا روح الروح. باي. قال لك ايه يا علي؟ قال لي هيجهز اموره ويكلمني. وبعدين انت ازاي تضربني كده؟ معلش معلش انا خايف قوي يا جماعه اللي يفلت من ايدينا. يفلت ايه يا ابني؟ الناس اللي زي دي هي الفلوس هي اللي تجيبها. طب صحيح احنا هنجيب الفلوس دي منين؟ ما تقلقوش انا بكره هروح اسحبهم من البنك. ايه ده؟ معقول يا كريم هتدفع المبلغ ده كله من جيبك؟ يا جماعه انتوا بتتكلموا ازاي؟ ده ادم ده اخويا وبعدين لازم اقف جنبه في زنقته. وبعدين ده احنا بينا عيش وملح يعني. الراجل كيمو كان عنده حق. ادم اما كنت بقول عليك سيس كان بيقول لي لا الواد ده راجل وجدع. بس بقى عشان جسمي اشعر وهعيط. طمن على اهلك يا ادم هما كويسين. انا بسال عليهم على طول ما بسيبهمش. استعبوني المره دي قوي قبل ما اقول لي عنوانك. معلش اعذريهم برضه ولا ابنهم هما قلقانين عليا وما صدقوا يطمنوا عليا في اي مكان. ما كلنا قلقانين عليك يا ادم. ده انا ما صدقت اطمن عليك. ده حتى الضابط بتاع امن الدوله اللي اسمه هشام جالي الاتليه وكان عايز يطمن عليك. اوعى تكوني قلت له حاجه. لا طبعا انا مجنونه. انا شعرفني يكون بيمثل عليا عشان يستدرجني في الكلام ولا حاجه. بس هو في اخر القعده ساب لي نمره التليفون وقال لي لو عرفت عنك اي حاجه بكلمه. معاكي الرقم؟ اه انا جبت لك الكارت اهو عشان تشوفه. خليه معايا. هتعمل بيه؟ هقول لك بعدين. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا. ايه يا ادم؟ ايه يا حبيبي؟ انا قلبت عليك المزرعه من لقيتكش ليه؟ انت كنت فين يا ابني؟ رد يا ادم. نانسي يا خير. اه نانسي بتاعه الحادثه. طب اقعدوا اقعدوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بالمناسبه ادم كلمني عنك كتير بس كالعاده هو ما بيقولش كل حاجه عنده. ما قاليش على حاجه مهمه جدا. ايه؟ اولا ما قاليش انك زي القمر. نمرة اتنين ما قاليش انك راهبة. لا انا مش راهبة. انا لابسة اللبس ده بس عشان اعرف اجي هنا. خلاص يبقى انا موافق من حيث المبدأ. موافق على ايه؟ ان احنا نتخطب فترة صغيرة كده نتعرف على بعض وبعد كده نعمل اكليل. اهلا وسهلا بيك يا بنتي. اهلا وسهلا نورت الدنيا كلها. مش معقول اللي بيحصل ده. الموضوع زاد عن حد قوي وانتوا واقفين مكانكم محلك سر. يا فندم الموضوع طلع اكبر مما كنا نتخيل. المساله مش مساله تنظيم بيضم عناصر اسلاميه متطرفه وبس. لا ده في مسيحيين كمان. صحيح في مسيحيين لكن مشتبه تورطهم بصله مع ادم. لكن ده مش شرط خالص ان يكون في تنظيم سري ولا حاجه. بص سعادتك انا شايف ان دي جريمه قتل عاديه جدا وخدت اكبر من حجمها.
انا لما اقول في تنظيم يبقى في تنظيم، وراعي دايما يا هشام يا مذكور اني رتبه اعلى منك واعرف عنك بكتير قوي، يعني لسه بدري عليك كتير كتير قوي. مش بالادميه يا باشا. وبعدين انا لو ما كنتش ضابط كفء ما كانوش عينوني في امن الدوله، كانوا حطوني لمؤاخذه في المطافي. وبعدين كونك رتبه اكبر مني ده ادعى ان يكون في احترام متبادل ما بيننا، مش كل شويه اهانات 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 وانا اسكت اقول معلش رتبه اكبر منك. مش هينفع كده يا باشا. بقول لك ايه يا هشام مذكور، انا منك ليه؟ انت هتتخانق قدامي ولا ايه؟ اطلع بره استناكوا لغايه ما تخلصوا كده. وبعدين يا سيف في ايه؟ انت هتوترني اكتر ما احنا متوترين ولا ايه؟ اهدى شويه. انا اسف عليك، متوتر جدا الفتره دي، هو عندي مشاكل كتير. شوف يا سيف يا حبيبي، لو انت حاسس ان انت تعبان ممكن تستريح ونشوف اي زميل تاني يكمل مع هشام. لا 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 لا، كمل يا فندم، القضيه دي بتاعتي ومفيش حد هيقبض على ابن صبره ده غيري، وانا في الليله دي يا قاتل يا مقتول. هاي كريم، ازيك؟ هاي نانسي، ازيك؟ بخير. انا اسف جدا طبعا ان انا جيت في وقت غير مناسب. لا يا ابني، ده انت تنور البيت بيتك. واضح قوي ان احنا قربنا من دليل براءه ادم. بجد؟ ازاي يا ابني؟ هات الكمبيوتر بتاعك عشان لازم افرجك على الفيديو ده، ضروري قوي. سمير مصالح مش بيرد عليا خالص، وعلى فكره دي مش عوايده معايا. متشغلش دماغك يا صاحبي، هتلاقيه ساحب له موزه ومقضيها بعيد عن الناس. طب وبعدين؟ والعمل؟ ما تقدرش نفسك، اديك عرفت الافلام دي عايزين يشتروها منك ليه؟ وقول كده ممكن يكون فخم البوليس. ايه؟ يا نهار اسود، بوليس؟ لا، هو انا كده بقى قلقان وخايف بجد. مش هو ده ريتشارد الامريكي؟ اه هو. واضح انها ضحيه من ضحاياه. انا كده اتاكدت ان الراجل ده ما كانش حاطط الكاميرات دي للمراقبه، كان حاططها عشان يستدرج البنات بتاعته. ايوه طبعا. وانا يوم ما طلب مني اعمل له اماكن الكاميرات في بيته قلت في حد بيعمل مراقبه جوه بيته. اديكي عرفتي. المهم دلوقتي ان الفيديو ده معمول له ابلود على النت. ايه؟ يعني ايه يا ابني؟ يعني حضرتك اللي معاه الفيديو ده مع الهارد اللي عليه الجريمه متصوره كامله. اكيد طبعا. دلوقتي انا بتكلم معاه على النت وحاولت استدرجه واتفقت معاه ان انا اشتري منه كل الفيديوهات دي بسعر مغري قوي. هو مين الراجل ده؟ هو الحقيقه انا ما اعرفوش، بس يعني اللي انا شايف ان هو على النت اسمه جيجا. اكيد هو ده اللي سرق الحاجات بعد ما احنا خرجنا، ومن ضمنهم الهارد ده. مش عارف، بس انت بجد لازم تساعدينا. اوكي، بس اساعدكوا ازاي؟ تيجي معايا النهارده، وجودك معانا هيبقى مهم جدا. ماشي، هي المقابله دي امتى؟ كمان ساعتين. خلاص اوكي، اجي معاكوا طبعا. لا يا بنتي، انا اقترح يعني انكم تروحوا للبوليس الاول، بلاش تخاطروا بحياتكم مع راجل مجرم زي ده، ممكن يكون مسلح. طمن حضرتك، انا اتفقت معاه خلاص ان هو هياخد فلوس والموضوع هيخلص ودي. عشان خاطري يا بابا، ما تحرمنيش ان انا اساعدهم في اي حاجه ممكن تلحق ادم عشان خاطري. حاضر حاضر يا بنتي، بس تخلي تليفونك مفتوح على طول عشان اعرف اطمن عليكي كل شويه. اوكي. طمن يا انكل، معاها رجاله.